بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكر القائمين على البرنامج، ما شاء الله تبارك الله، زي ما أنتم شايفين أكبر سجادة في العالم، يعني الناس مستانسين ما شاء الله تبارك الله، وصراحة جهود تذكر فتشكر، قدمتوا أشياء جميلة أتمنى استمرارها، وما شاء الله تبارك الله، يعني أنا حضرت تقريبا 4 سنوات متتالية، وكل سنة أشوف في تطوير وأشوف ألاحظ أشياء يعني جديدة ما شاء الله تبارك الله. طبعا حديقة الفراشات تعتبر من أهم وأميز الأركان الموجودة في مهرجان الزهور والحدائق، وبحديقة الفراشات يتم التعريف عن أهمية الفراشة والظروف البيئية المناسبة لها، كما يتم شرح مراحل حياة الفراشة للزوار والاستمتاع بها والتصوير معها. طبعا يوجد العديد من أنواع الفراشات الموجودة والتي تم وضعها بين الأزهار والنباتات الداخلية. طبعا مساحة الحديقة تقارب 600 متر مربع. أثنى كثير من الناس على هذا المهرجان لما فيه من إبداع، من إبداع بالألوان والزهور والتشكيل والتنسيق والتنظيم. نشكر كل من قام وبذل جهدا وساعد وساهم وأضاف لهذا المهرجان الذي يعتبر واحد من أفضل وأنجح المهرجانات التي تقام في المملكة وفي مدينة ينبع الصناعية، المدينة الرائدة دائما والمتقدمة، والتي تحظى بحب شديد منا ومن كل أولادنا وأسرنا.